السلام عليكم، معكم احمد سمير، والنهارده ان شاء الله هنبتدي مع بعض في بي بوينت 4، ولسه مكملين في السكشن بتاع بي في الكوربريت فاينانس. لكن باذن الله الموضوع قرب يخلص، وان شاء الله تكون يعني كم محاضره كده ونخلصه تمويل الشركات ونخشه في اللي جاي معانا بعد كده. فياريت تنزل تحمل ملف البي دي اف وبعدين ترجع لي هنا تاني نكمله المحاضره بتاعتنا. العنوان معايا النهارده هو إدارة رأس المال، الـ Working Capital Management. إزاي أعمل إدارة لرأس المال اللي عندي؟ تتضمن إدارة رأس المال العامل التأكد من أن الشركة لديها ما يكفي من النقد لدفع مصروفاتها عند استحقاقها. فالهدف الأساسي عندي إن أنا أتأكد إن أنا عندي ما يكفي من النقد عشان إن أنا أدفع مستحقاتي. Making sure a company has enough cash to pay for its expenditures as they come due. يعني لما يجي وقت استحقاقها يبقى معايا النقد ان انا اسدد. ويتعين على المرشحين ان يكونوا الطلبه، يعني لازم يكون عندهم درايه براس المال العامل كمفهوم، انك تفهم الكونسبت بتاع الوركينج كابيتال. تاني حاجه، المستويات المطلوبه لراس المال العامل للشركه، الريكوايرد ليفل اوف وركينج كابيتال فور ذا كمباني. تالت حاجه، ان يكونوا على قرايه على درايه أو أن يكونوا قادرين على تحديد التأثير الذي ستحدثه معاملة محددة على رأس المال العامل للشركة. يعني إيه اللي هتعمله؟ إيه تأثير ده على رأس المال العامل عندك؟ وتتضمن إدارة رأس المال العامل أيضًا إدارة كل عنصر من عناصر رأس المال العامل. ويعد تحصيل الأموال المستحقة للشركة إن أنا أعمل كوليكشن ذا كاش أود تو ذا كمباني، الفلوس اللي أنا عايزها من العملاء بأسرع ما يمكن، ودفع الأموال المستحقة للآخرين اللي هم الموردين مثلا بأسرع ما يمكن جزءا من إدارة رأس المال العامل. لذلك يحتاج المرشحون إلى معرفة طرق تسريع عملية تحصيل الأموال. أنا كشركة لازم أعرف الطرق اللي أزود بيها تحصيل الأموال، وإزاي أبطأ المدفوعات النقدية، يعني أحصل من العملاء بتوعي بشكل سريع، أخد بالك، وادفع للحسابات اللي هي المستحقة للدفع ادفعها بشكل بطيء. وحساب معدل الفائدة الفعال ويتم احتسابه من خلال عدم الدفع خلال فترة الخصم، وبالتالي عدم تلقي الخصم. فانا برضو ايه بشوف الفايدة اللي هتعود عليا لو اجلت التأجيل او اجلت الدفع او دفعت خلال فترة الخصم، هل الفايدة دي تستحق يعني ولا لا. ونظرا لأن صافي رأس المال العامل هو أصول متداولة، تمام، اللي هو صافي رأس المال العامل النت وركينج كابيتال كان عبارة عن أصول متداولة أشيل منه الالتزامات المتداولة، وبالتالي فإن التمويل قصير الأجل هو جزء من رأس المال العامل وسيتم تغطيته هنا أيضا. طيب، ويجب على أو يجب أن يكون المرشحون على دراية بمصدرين رئيسيين للتمويل قصير الأجل. أول حاجة القروض المصرفية البنك لون، وتاني حاجة بيع الحسابات المستحقة للقبض الفاكتورينج اوف ريسيفابلز. كنا اتكلمنا عن الفاكتورينج في بارت 1، لكن احنا هنا بنتكلموا عنه من وجهة نظر تمويلية. في بارت 1 اتكلمنا عنه من وجهة نظر محاسبية. ويمكن ان ياخذ القرض المصرفي البنك لون عدة اشكال مختلفة، ومن المهم ان تكون قادرا على حساب معدل الفائدة السنوي الفعال في جميع انواع القروض المختلفة. والشاغل الرئيسي من بايع الزمن المدينة اللي هو الفاكتورينج هو مقدار التمويل المتاح لبائع الزمن المدينة بعد خصم. يعني هو هيعود عليه ايه اللي بيبيع الزمن المدينة؟ انت كمنشأة بيبقى عندك حسابات زمن مدينة، بتقدم الحسابات دي للبنك وبتاخد فلوس. فا ايه الفايدة اللي هتعود عليك بعد طبعا ما تشيل من الرسوم اللي هياخدها البنك، العمولات، العقوبات، الفوائد إن وجدت. وتتم مناقشة عدة أو عدد من الأشكال الأخرى للتمويل قصير الأجل هنا، وينبغي أن يعرف المرشحون ما هي أشكال التمويل بشكل عام، وما إذا كان كل منها مصدر تمويل مضمون secured ولا unsecured غير مضمون. والقرض المضمون هو أحد أنواع الضمانات الداعمة التي يمكن استخدامها كمصدر سداد ثانوي في حالة تقصير المقترض. ومصدر التمويل غير المضمونة
أو مصادر التمويل غير المضمونة ليس لديها أي ضمانات، فطبعا من اسمها، لأنها لا تنطوي على مخاطر أكبر للمقرض، فإن مصادر التمويل غير المضمونة أغلى، تعتبر more expensive من المصادر المضمونة. فطبعا إيه يعني الريسك والريتيرن، كل ما في ريسك عالي الحاجة بتاعتها الريتيرن بتاعها بيكون عالي، وبيكون سعرها برضو في علاقة، أو العكس. طيب تمويل رأس المال اللي هو الـ Working Capital Finance، يتعلق تمويل رأس المال العامل بالمستوى الأمثل ومزيج استخدام أصول متداولة والتزامات المتداولة، طبعا اللي بيتم استخدامهم في العمليات اليومية اللي مرتبط بشكل كبير بالحاجات قصيرة الأجل. ورأس المال العامل هو أحد مقاييس الملاءة المالية قصيرة الأجل، مرتبط بالسولفانسي، يعني سولفانسي يعني بنتكلم على حاجة قصيرة الأجل، وهو قدرتها على سداد الالتزامات عند استحقاقها. ورأس المال العامل للشركة أو صافي رأس المال العامل networking capital أو working capital واحد يعني يسد الفجوة بين عمليات الإنتاج وتحصيل الأموال من بايع السلع. فأنت أخد بالك في عندك عملية إنتاج وإنك تجيب مادة خام، ولحد ما توصل إن المنتج يبقى معاك تام الصنع وتبيعه وتاخد الفلوس، فالوركينج كابيتال بيغطي لك بقى الفجوة اللي ما بين انتاجك و او بداية من انتاجك لحد تحصيلك للفلوس، وتعتمد كمية السيولة التي تحتاجها الشركة على طول دورة التشغيل. ملاحظة، دورة التشغيل للشركة هي مقدار الوقت بين اقتناء المخزون لما بعمل acquisition of inventory واستلام النقد من بيع المنتج، فدي بسميها الاوبريتنج سايكل، وهنتكلم عنها قدام. فالاوبريتنج سايكل بشتري المخزون وباستلام النقد من بيع المنتج، طبعا ده على فرض ان انا شغال في شركة تجارية، لكن لو شغال في شركة صناعية فالدورة التشغيلية عندي بتبتدي من ان انا بشتري المادة الخام. طيب بيجي معايا مصطلح تاني اسمه الدورة النقدية الكاش سايكل، وهيجي معانا قدام، أو دورة التشغيل الصافية النت أوبريتنج سايكل، وهي المدة التي يستغرقها تحويل استثمار النقد في المخزون مرة أخرى إلى نقد، مع إدراك أن بعض عمليات الشراء تتم عن طريق الائتمان. وبالتالي فإن الدورة النقدية هي الوقت الفاصل بين سداد المخزون، إن أنا بعمل payment for the inventory، واستلام النقد من بيع المخزون receipt of cash from the sale of the inventory. فأنا هنا بدفع لمورد سبلاير، وهنا بتعامل مع كاستمر، بلم فلوسي من كاستمر. والفرق بين دورة التشغيل اللي هو الاوبريتنج سايكل والدورة النقدية الكاش سايكل هو عدد ايام المبيعات من الحسابات المستحقة الدفع، النمبر اوف دايز اوف سيلز ان بيبلز، وكنا اتكلمنا عن المصطلح ده قبل كده. قال لك سيتم شرح دورة التشغيل بشكل اجمل في القسم في موضوع دورة التشغيل الاوبريتنج سايكل. طيب قال لك على سبيل المثال لدى الشركة التي تنتج وتبيع السلع، دورة التشغيل تتكون من 4 مراحل. أول حاجة إن هو بيشتري المادة الخام وبيتم إنتاج السلع والاستثمار في المخزون، وبعدين تاني حاجة بيع البضاعة وتوليد المبيعات والتي قد تكون أو لا تكون للنقد. بمعنى إيه؟ قد تكون أو لا تكون نقدية، بمعنى إنك ممكن تبيع بالآجل أو ممكن تبيع نقدي. تالت حاجة تمديد الائتمان وإنشاء الحسابات المستحقة القبض، اللي هي الشروط بتاعة الائتمان. رابع حاجة جمع أو تحصيل الحسابات المستحقة القبض، وبالتالي بعمل generating cash يعني توليد للنقد. ورأس المال العامل أو صافي رأس المال العامل هو الفرق بين الأصول المتداولة والالتزامات المتداولة. رأس المال العامل أو صافي رأس المال العامل بيبقى الفرق ما بين أصول المتداولة والالتزامات المتداولة، ده قانون، ويتم احتساب رأس المال العامل أو صافي رأس المال العامل على النحو التالي. أهو بقول أصول المتداولة current assets minus current liabilities. طيب معايا بعد كده إدارة رأس المال العامل managing working capital. الهدف من إدارة رأس المال العامل هو إن أنا أعمل تقليل تكلفة الحفاظ على السيولة الكافية minimize the cost of maintaining sufficient liquidity، الوصول الى النقد، بحيث يعني ايه ان انا اقلل تكلفة وصولي للنقد مع الحماية في وقت نفسه من امكانية الاعصار المالي الفاينانشال انسولفنسي.
اللي هو ايه؟ نقص الاموال وعدم القدره على سداد الالتزامات عند استحقاقها. طبعا معنى ان انا يجي عليا التزام وما اقدرش اسده، ده معناه ان انا داخل في اعصار مالي. معنى كده ان انا ممكن لا قدر الله اوصل للافلاس. فانا كمنشأة لازم يبقى عندي فلوس بشكل كافي وما ضيعش على نفسي فرص، والفلوس دي تغطي لي اي حاجة مرتبطة بالاعصار. ومن خلال توفير ما يكفي من السيولة الحالية، الاصول في المتناول، enough current asset on hand. طيب يعني ان انا ايه، يبقى معايا في غلطة هنا في الترجمة، لكن ان انا في الاخر يبقى معايا يعني ايه، ما يكفي ان انا ما ادخلش في اعصار مالي. ادارة رأس المال العامل هو عملية لتحقيق التوازن، عملية بعمل بيها بالانسينج بين الاهداف المختلفة. من ناحية يجب ان يكون او ان تكون الادارة على يقين من ان الشركة لديها ما يكفي من النقد لتتمكن من تسوية التزاماتها عند استحقاقها. طبعا واضح، يجي تاريخ استحقاق التزام عليا اقدر ادفعه. وعلى الرغم من ان عدم القدرة على سداد الالتزامات عند استحقاقها احيانا ما تدفع متأخرا، على سبيل المثال يعني، في امكانية برضه ان انا ايه، يجي تاريخ الاستحقاق واجله، فان هذا لا يجبر الشركة على الافلاس. مش معنى انك وصلت لتاريخ الاستحقاق انك كده تدخل في بنك رابسي، لا انت عادي، الا انها تضع الشركة في موقف الاعصار الفني التكنيكال انسولفنسي، بيبقى دخل في الاعصار. وإذا لم يتم معالجة الإعصار الفني، فقد يؤدي النمط المتكرر لعدم الدفع الالتزامات عند استحقاقها إلى بدء إجراءات الإفلاس ضد الشركة. عمال تيجي عليك تواريخ استحقاق وأنت مش عارف تسدد، فده ممكن يدخلك للإفلاس. وعلى الأقل سيتسبب نمط التأخير أو التأخر في السداد في خسارة الشركة لامتيازاتها الائتمانية الكريديت بريفليجز، تمام، مع مورديها، ثم تضطر الى الدفع نقدا مقدما للشراء. تمام، ان هو ايه، بعد كده هيتبقى عليه سمعة سيئة مع الموردين، وهيوصل لمرحلة ان هو مش هياخد مادة خام او هياخد منتج او بضاعة يعني الا لما يدفع مقدما، cash in advance، يدفع مقدما. ومن ناحية أخرى، فإن الأصول قصيرة الأجل زي النقدية المخزون والذمم المدينة التي توفرها الشركة لا توفر سوى عائد ضئيل للغاية إن وجد. أنت معاك فلوس شايلها معاك، معاك بضاعة شايلها في مخزنك، معاك حسابات مستحقة القبض، كل دي أصول، وأصول قصيرة الأجل، لكن مش هتجيب لك عائد. طيب ما تاخد الفلوس دي تحطها في بنك مثلا أو تستثمرها في حاجة تجيب لك عائد، فهي الفكرة هنا في كده. لذلك كلما زادت الأصول قصيرة الأجل التي تحتفظ بها الشركة، كلما كانت فرصة إعصار أقل، ولكن أيضا سيكون العائد الإجمالي الذي ستحصل عليه من أصولها أقل. أنواع رأس المال العامل. طب الحتة الأخيرة دي، إنك طبعا إيه، طالما معاك فلوس أنت كده مش معرض إنك تدخل في إعصار، أو فرص تعرضك للإعصار بتكون أقل، لكن في نفس الوقت أنت معاك فلوس مهملة، حاجات راكنة على جنب مش بتجيب لك عائد. طيب انواع راس المال العامل، التايبس اوف وركينج كابيتال. نظرا لان الشركه قد يكون لديها احتياجات نقديه مختلفه different cash needs على مدار العام، فقد تحتفظ الشركه بمستويات مختلفه من راس المال العامل في اوقات مختلفه من العام، ويطلق على الحد الادنى لراس المال العامل المحتفظ به في جميع الاوقات لدعم المبيعات والانشطه اليوميه للشركه اسم راس المال العامل الدائم. خد بالك من المصطلح ده قوي، permanent working capital، يعني انت عندك حد ادنى كده من رأس المال العامل ما ينفعش ما يبقاش عندك. وتسمى الزيادات التي تحدث في من وقت لاخر برأس المال العامل المؤقت temporary working capital. انت ثابت، لكن ممكن تطلع شوية تنزل شوية، او ما ينفعش تنزل عن الحد ده، لكن يعني حركتك هنا اخد بالك زي ما تكون، لكن طبعا ما ينفعش تنزل. فالزيادات دي اخد بالك بتبقى temporary، وهنا انت بتتكلم على permanent. قالك على سبيل المثال، ستقوم شركة في عمل موسمي بزيادة المخزون لانه هيبيع، بقى دخل على موسم فهيبيع، هيعمل build up inventory، يعمل زيادة للمخزون قبل موسم البيع الكبير، وخلال موسم البيع وبعده ستزيد الحسابات المستحقة للقبض حتى يدفع العملاء فواتيرهم. انت بقى بعد الفترة دي هتزيد معاك الكاش، تمام، اخد بالك،
وهتزيد معاك الاكونت ريسيفابل لحد بقى ما الناس تدفع الفلوس مثلا في الاكونت ريسيفابل، فايه ترجع تاني لمستواك. وبعد انتهاء موسم البيع وتم جمع او تحصيل الحسابات الاضافيه المستحقه للقبض، ستعود ارصده الاصول المتداوله الى مستوياتها الدائمه. طيب مستويات راس المال العامل الليفلز اوف وركينج كابيتال، تشكل قرارات الاداره المتعلقه بمستوى راس المال العامل للشركه مقايضه لعائد المخاطر، بتعمل ريسك ريتيرن تريد اوف، مقايضه او مفاضله ما بين المخاطر والعائد. وتسعى الشركه التي تتبنى سياسه راس المال العام المحافظ اللي هي الكونسرفاتيف وركينج كابيتال بوليسي الى تقليل كونسرفاتيزم، اخد بالك اللي هو جاي من المحافظه، ان هو يعمل تقليل المخاطر او تقليل مخاطر السيوله الى الحد الادنى من خلال زياده مقدار راس المال العامل الذي يمتلكه. يعني في شركات انا عايز ما ادخلش في اعصار وما عنديش مشكله ان انا احافظ على راس مال عامل كبير والاصول المتداوله اللي عندي دي ما فيش مشكله ان انا ما اخدش منها عائد. ونتيجة لذلك تتخلى الشركة أهو عن العوائد المحتملة الأعلى من استخدام رأس المال العام الإضافي للحصول على أصول طويلة الأجل، لكنها في وضع أكثر أمانا safer position فيما يتعلق بالسيولة liquidity أو الإعصار المحتمل possible insolvency بسبب زيادة رأس المال العامل. أنت عندك رأس مال عامل، أي تاريخ استحقاق هيعدي عليك هتعرف تسدد، فأنت كده آخد موقف تحفظي. الناحية التانية بقى تؤدي سياسة رأس المال عالم المال العامل الصارمة اللي هي الـ aggressive working capital، خد بالك أنا عندي الـ conservative دي والـ aggressive. الـ aggressive دي بتؤدي إلى تقليل مقدار رأس المال العامل والنسبة الحالية الـ current ratio محسوبة على إنها أصول متداولة مقسومة على الالتزامات المتداولة. كنا أخدنا الـ current ratio عبارة عن إيه الـ current ratio؟ اخد بالك اصولي الاسيتس اللي هي الكرنت، والناحيه الثانيه او في المقام الكرنت لايبيليتي. الشركه التي تتبع سياسه راس المال العامل الصارمه تقبل مخاطر اعلى من مشاكل التدفق النقدي قصير الاجل في مقابل الحصول على عائد استثماري اكبر، فهو هنا عايز ياخد عائد اكبر، هنا مش عايز، مش فارق معاه. وستتمتع الشركة التي تتبع سياسة صارمة بمستوى منخفض للغاية من رأس المال العامل، ولكن سيكون لها أيضا عائد أعلى على أصولها. فهو هنا معرض بقى إن هو يدخل في مشاكل في السيولة، ومعرض لإعصار إن هو يدخل في insolvency، لكن طبعا هياخد عائد على فلوسه دي. طيب من الممكن أن يكون لدى الشركة حاجة ثالثة اسمها رأس مال عامل سلبي negative working capital، حيث تكون الالتزامات المتداولة أكبر من الأصول المتداولة، فهي هنا التزاماتها المتداولة بتكون أكبر. وأنا ممكن أغير اللون البتاع دي ولا مش ممكن؟ خلاص نشوفه مع بعدين الموال ده، الهايلايتر أهو ممكن نخليه مثلا أحمر مثلا. إيه طيب أخد بالك؟ فايه كده هنا التزاماتي هتكون اكبر من اصولي. ويمكن ان يكون للشركه راس مال عامل سلبي اذا كانت تحتفظ بالحد الادنى من الحسابات المستحقه للقبض والمخزون اثناء تلقي الشروط من مورديها terms from its suppliers، يعني هي ايه الشروط اللي بتاخدها من مورديها عامله ازاي، والتي تتيح لها تاخير دفع حسابات مستحقه الدفع. على سبيل المثال فان الشركه التي تبيع منتجها نقدا وتنتج المنتج عند الطلب للوفاء بالطلبات عند استلامها سيكون لديها القليل جدا من الحسابات المستحقة القبض والمخزون. طيب التغيرات في رأس المال العامل changes to working capital، يمكن للشركة ان هي تعمل increase زيادة في صافي رأس المال العامل من خلال، واعطيك هنا شوية حاجات كده، ان هو يزود في اصول متداولة، فهو اخد بالك زود في البسط، ان هو خفض الالتزامات المتداوله فقلل في المقام
على العكس من ذلك، قد تنخفض ان هو يعمل decrease من راس المال العامل من خلال ان هو يقلل اصول متداوله، العكس بقى يقلل البسط ويزود في المقام. تاثير المعاملات المختلفه على راس المال، effect of different transactions on working capital. المعاملات التي يتم فيها استبدال احد الاصول المتداوله باصل متداول اخر ليس لها تاثير على صافي راس المال العامل، لان انت نقلت اخد بالك اصل من مثلا نقديه نقلته لمخازن، فهي هي هو هو المقدار من المال يعني، فانت كده مش هتاثر على صافي راس المال العامل. أو تحصيل الحسابات المستحقة القبض هو مثال على هذا النوع من المعاملات، لأنه ببساطة يزيد من أحد الأصول المتداولة اللي هو النقدية. فأنت عندك account receivables أخد بالك حصلتها، كل اللي عملته إن هي اتنقلت للكاش، فال working capital عندك مش هيزيد ولا هيقل، مفيش حاجة. ويقلل من الأصول المتداولة الأخرى اللي هي الحسابات المستحقة للقبض. أنت قللت من الأكونت ريسيفابل وزودت الكاش بالمبلغ، هو نفس المبلغ ده، خدت من هنا 100 دولار مثلا رحت ناقلها هنا، أنت قللت ده زودت ده، لكن الوركينج كابيتال لسه زي ما هو. المعاملة التي يتم فيها زيادة أو انقاص الاصول المتداوله والالتزامات المتداوله بنفس المقدار هي نوع اخر من المعاملات لا يؤثر على صافي راس المال العامل. على سبيل المثال، اذا اشترت شركه ما مخزونا بشروط ائتمان قصيره الاجل short term credit فستزيد اصولها المتداوله للشركه بتكلفه المخزون، لكن الالتزامات المتداوله ستزيد بنفس المقدار. انت زودت مخزونك اخد بالك، لكن في نفس الوقت زودت التزاماتك المتداوله بنفس المقدار. وبالمثل لن يكون لدفع الحسابات المستحقه للدفع البيمنت للبيابلز تاثير على راس المال العامل، لان كل الاصول المتداوله اللي هي النقديه والالتزامات المتداوله اللي هي الحسابات المستحقه للدفع يتم تخفيضها بمبلغ متساوي. فانت دفعت كاش قللت الكاش، دفعت البيابلز فانت برضو قللتها لكن بنفس المقدار. ومع ذلك كلما زادت او انخفضت الاصول المتداوله والالتزامات المتداوله بنفس المقدار، فان نسب راس المال العامل اللي هي مثلا الكرنت ريشيو او الكويك ريشيو سوف تتغير، على الرغم من ان صافي راس المال العامل لا يتغير. النت وركينج كابيتال داز نوت تشينج. والحدث الرئيسي الذي يسبب زيادة في مستوى رأس المال العامل هو بيع المخزون، إن أنا أعمل سيل أوف إنفنتوري. ونظرا لأن المخزون يتم بيعه بأكثر مما تم شراؤه، اللي هو الفرق بقى ما بين سعر البيع وسعر الشراء، فإن الحسابات المستحقة للقبض الناشئة عن البيع أو المبالغ النقدية المستلمة من البيع أكبر من القيمة الدفترية للمخزون الذي تم بيعه. فأنت جايب مخزون ب 100، أكيد مش هتبيعه ب 100، هتبيعه ب 120 مثلا، أخد بالك؟ فال 20 دي هتغير لك في الوركينج كابيتال بتاعك والمبلغ الذي ينخفض به المخزون نتيجه البيع. فقط المعاملات التي تتغير العلاقه بين الاصول المتداوله والالتزامات المتداوله هي اللي هتغير صافي راس المال العامل. طيب التوقعات الماليه قصيره الاجل في اداره راس المال العامل، عنوان تاني جاي معانا. قال لك من المهم للغاية القيام بالتنبؤ النقدي بشكل متكرر من أجل التخطيط لوضع السيولة للشركة. يتعين على الشركة أن تعرف مقدار ما ستكون عليه احتياجاتها النقدية قصيرة الأجل حتى يمكن التأكد من امتلاكها للنقد الذي تحتاجه عند الحاجة. طبعا ما ينفعش يبقى عنده فلوس لازم يدفعها وهو مش عامل حسابه. للتأكد من امتلاك النقود اللازمة تقوم الشركة عادة بترتيب خط ائتمان، بتعمل arranges of line of credit مع بنك تجاري يمكن الاستفادة منه لتلبية الاحتياجات قصيرة الأجل، بمعنى ان هو يحط عنده فلوس اخد بالك، وانت يا بنك اديني فايدة على الفلوس دي، وفي نفس الوقت لما يجي تاريخ استحقاق هسحب جزء من الفلوس دي اسدد اللي عليه. ويمكن للشركة ايضا تحديد توقيت تدفقاتها النقدية من خلال زيادة فعالية أنشطة الائتمان والتحصيل أو عن طريق استخدام الخدمات المصرفية لإدارة النقد، وبالتالي يمكنها تسريع عملية التحصيل أو إبطاء المدفوعات.
إذا كانت الشركة تتوقع وجود فائض نقدي يبقى عنده إكسس كاش، خد بالك، فيجب أن تكون مستعدة لاستثمار الفترة. معلش خلينا نعدلوها دي، استثمار الفائض النقدي. تمام، الفائض النقدي. تمام. نرجعه تاني للوننا الغريب، نخليه لون تاني. ماشي، إذا لم يتم استثمار الفائض النقدي فإنه يتحمل تكلفة فرصة بديلة، الـ opportunity cost. أنت عندك فرصة بديلة إنك تاخد فايدة على الفلوس دي، فأنت كده الـ opportunity cost عندك خسارة الفوائد التي يمكن تجنيها من الفائض النقدي. أنت حاطط فلوس عندك في الخزنة كان ممكن تحطها مثلا في استثمار وتجيب لك فايدة، لكن حطيتها مش بتجيب لك حاجة، فأنت كده عندك تكلفة فرصة بديلة، والمصطلح ده اتكلمنا عنه في بارت 1. طيب يسألك سؤال، خلال العام زادت الأصول المتداولة لشركة بمقدار 120 دولار وانخفضت الالتزامات المتداولة بمقدار 50 دولار، صافي رأس المال العامل هيزيد بمقدار 70، يقل ب 170، ولا زيد ب 170، ولا مش هيتغير؟ أصول متداولة، التزامات المتداولة. طبعا بما إن بص الفرق، في فرق ما بين الرقمين، فطبعا موضوع لن يتغير ده مش هيبقى موجود، فدي غلط. تعال نشوفه جاوب ازاي. قال لك إذا زادت الأصول الحالية اللي هي المتداولة بمقدار الكرنت اسيتس يعني بمقدار 120، فسيزيد صافي رأس المال العامل بمقدار 120، وإذا انخفضت الالتزامات المتداولة، بص يعني أنا خليني أقول لك زي ما شرحتها، أنت كده عندك البسط زاد بكام؟ ب 120، وده انخفض معاك بكام؟ ب 50، فده انخفض ب 50، فالزيادة في رأس المال العامل هتاخد ده وده، فأنت كأنك بتقول 120 زائد 50. تمام، ف 120 تمام بقيمة 170، فإيه؟ انت حصل كده ايه، زيادة بمقدار 170. طيب السؤال اللي بعد كده، لدى الشركة أصول متداولة بقيمة 300 ألف دولار والتزامات متداولة بقيمة 200 ألف، يمكن الشركة زيادة رأس المال العام الصافي من خلال إن هما يزودوا رأس المال العامل أو صافي رأس المال العامل. تعال نشوف الإجابة، إعادة تمويل 50 ألف دولار اللي هي كانت الإجابة بيه، إعادة تمويل 50 ألف من الديون قصيرة الأجل مع الديون طويلة الأجل. من الديون قصيرة الأجل بالديون طويلة الأجل ينطوي على استبدال التزام متداول بالتزام طويل الأجل. يعني هو عنده 50، أخد بالك، كالتزام قصير الأجل، لكن هيأجله، هيعمل له إعادة جدولة ويخليه طويل الأجل. ستخفض هذه المعاملة الالتزامات المتداولة، وبالتالي ستزيد من مستوى صافي رأس المال العام. أخد بالك، التزاماتك المتداولة الجانب بتاع الـ current liability هيقل، وبالتالي ايه اللي هيحصل لو قلت لك ان ده المقام؟ فالمقام عندك قل. تمام، لن تتغير الخيارات الاخرى، مستوى راس المال العامل، حيث ان الاجابه ايه. طيب المقام عندك هنا زي ما انت اخد بالك كده هيقل، ف صافي راس المال العام اللي معاك المفروض ان هو هيتغير، هيزيد. تمام، طيب لن يتغير الخيارات الأخرى، مستوى رأس المال العامل. طيب أي حاجة تانية؟ قال لك إن الإجابة إيه، اللي هي إن أنا أدفع 50 ألف دولار من الحسابات المستحقة للدفع ستقلل من الأصول المتداولة والالتزامات المتداولة بنفس المبلغ. يعني أنا عليا أكاونت بيبل ب 50، أخد بالك، رحت دافعهم، فأنا قللت الكاش ب 50، الكاش أصل متداول، والأكاونت بيبل كارنت لابيلتي برضو قللته ب 50. وكل من سي ودي ان انا اشتري استثمارات مؤقته طيب تحصيل 50 من حسابات مستحقه للقبض، برضه بص اخد بالك حسابات مستحقه للقبض لا تتسبب كل من اي تغيير في الاصول المتداوله او الالتزامات المتداوله. طيب تعال نكمله. بعد كده بيقول لك تحديد المستوى المناسب لصافي راس المال العام للشركه يتطلب، واعطيك 4 اختيارات، تعال نشوف الاجابه. عملية إدارة اللي هي دي، الحفاظ على نسبة عالية من الأصول السائلة إلى إجمالي الأصول من أجل زيادة العائد على إجمالي الاستثمارات. عملية إدارة رأس المال العامل هي الموازنة، إن أنا أعمل بالانسنج بين مزايا امتلاك أصول غير متداولة
مقابل مخاطر عدم وجود أصول متداولة كافية. السؤال اللي بعد كده، أعطيك شركة أخد بالك ده وضعها الحالي وده الاقتراح اللي عليها، وبيقول لك إيه اللي هيحصل لو طبقوا الاقتراح. فهو حسب رأس المال العامل للشركة حاليا، فدخل النقدية كأصل متداول، وبعدين الربعمية بتاعت الحسابات المستحقة للقبض أصل متداول، وبعدين المخزون 380 أصل متداول، وبعدين الأوراق المالية القابلة للتداول اللي هي الماركتبل سيكيورتيز، أخد بالك الكرنت، فبرضه أصل متداول معاه. فجمعهم على بعض فإداني 555 ألف. طرح منهم بقى التزاماتي المتداولة، طبعا الحسابات المستحقة الدفع، وبعدين دخل مع الحسابات المستحقة رهن عقاري مستحق الدفع 175. تمام. ف معلش يا جماعة، ال 555 دي اللي هي الناتج اللي في الآخر اللي هو رأس المال العامل. فطلع معايا رأس المال العامل في الآخر أصول المتداولة اللي هي ال current assets أخد بالك minus ال current liabilities، اداني في الآخر الوركينج كابيتال ب الوركينج كابيتال اداني ب 555 ألف. وبموجب الخطه المقترحه سيكون راس المال العامل برضو نفس الكلام اللي عمله في الوضع الحالي هيعمله مع الاقتراح، وهيقارن ما بين الوركينج كابيتال هنا والوركينج كابيتال هنا. فهنا الوركينج كابيتال 525، فلو طبق الاقتراح ده هيقل الوركينج كابيتال بمقدار ال 25 دي، او بمقدار 30، 30 ده 555. طيب فهيقل بمقدار 30، فايه اللي هيحصل؟ اللي هو انخفاض قدره 30، اهي انخفاض قدره 30 الاجابه بيه. تمام. معايا بعد كده مكونات راس المال العامل، الكومبوننتس اوف وركينج كابيتال. اداره مكونات الاصول المتداوله لراس المال العامل امر بالغ الاهميه، لانه يجب أن توازن بين، أن يبقى في توازن ما بين الحاجة إلى السيولة والرغبة في الحصول على عائد على الأصول. والتصنيفات الرئيسية للأصول المدرجة في الأصول المتداولة هي النقد وما في حكم النقد اللي هو الكاش والكاش إيكويفالنت، والأوراق المالية القابلة للتداول الحالية الكرنت ماركتبل سيكيورتيز، والأكونتس ريسيفابل، والمخزون داخل بالك أصول متداولة. وقال لك ملحوظة تصنف المصاريف المدفوعة مقدما اللي هي prepaid expenses على أنها أصول متداولة. المصروفات المدفوعة مقدما هي الأموال التي دفعت الشركة مقابل شيء لم تتلقاه بعد، يعني أنا دفعت الشركة إن هي تقدم لي خدمة والخدمة دي هتتقدم بعدين، فأنا بالنسبة لي المبلغ اللي أنا دفعته ده بيدخل في حساب الأصول المتداولة. ولا يتم تخطيط المصروفات المدفوعة مقدما بتفاصيل محددة كجزء من رأس المال العامل، لأنه لا يمكن تصنيف المدفوع مقدما لدفع التزامات متداولة. ومع ذلك فإن المصاريف المدفوعة مقدما هي أصول متداولة، وبالتالي فهي جزء من حساب رأس المال العامل. طيب إدارة النقد، إن أنا أعمل كاش مانجمنت، إدارة النقد عندي. إدارة النقد هي واحدة من العمليات الأكثر أهمية للشركة، وإذا لم يكن لدى الشركة ما يكفي من النقود في أي وقت من الأوقات فسوف تواجه في أسوأ الحالات اللي هو البانكروبسي الإفلاس، ده طبعا إذا استمر الوضع لفترة طويلة من الزمن، أو على الأقل رسوم فائدة مرتفعة الـ High Interest Charges للحصول على النقد اللازم من البنك على المدى القصير Short Notes. يعني هو يجي عليه فترة قصيرة، أخد بالك، في فترة قصيرة يجي عليه التزام فيروح للبنك أنا عايز فلوس بسرعة، فانت مش عامل حسابك، مش اخد الموضوع في دماغك، فانا عشان اديك الفلوس دي هديك فايدة عالية. لذلك تحتاج الشركة الى ادارة اموالها من منظور قصير الاجل، ايه الحاجات القصيرة الاجل اللي لازم يدفعها والحاجات طويلة الاجل. وعلى المدى القصير يجب ان يكون لدى الشركة ما يكفي من النقد لسداد التزاماتها عند استحقاقها، وعلى المدى الطويل يجب ان يكون لدى الشركة ما يكفي من النقد للنمو والتوسع حسب الحاجة. ويركز موضوع إدارة رأس المال العامل في المقام الأول على المسائل قصيرة الأجل الـ short term issues، ويتأثر مقدار النقد الذي ستحتفظ به الشركة في أي وقت من الأوقات بعدة عوامل. ومن بين العوامل دي كم ستكون هناك حاجة نقدية في المستقبل القريب، how much cash will be needed in the near future.
او كم مقدار بقى الحاجه اللي النقديه في المستقبل القريب. طيب تاني حاجه، مقدار المخاطر التي ترغب الشركه في تحملها فيما يتعلق بالسيوله، هل هو محافظ ولا هل هو يقدر يخلي working capital negative، او هل هو aggressive وهكذا، ومستوى الاصول الاخرى، قصيره الاجل التي تملكها الشركه، والعائد المتاح على الاستثمارات قصيره الاجل الاخرى، يعني الفلوس دي بدل ما اشيلها معايا لو استثمرتها هاخد قد ايه، وفي اي مرحله من دوره التشغيل الخاصه بها تكون الشركه، اذا كان العمل تجاري، اذا كان العمل موسميا يعني، فستحصل على اموال اكثر بعد فتره الذروه مقارنه بالفترات البطيئه. كل الحاجات دي تاخدها لما تيجي تعمل اداره لرأس للنقدية الكاش. يعد مقدار العائد المتاح على الاستثمارات الأخرى جزءا مهما في القرار المتعلق بحجم النقد الذي يجب الاحتفاظ به. أنا ببص في السوق بشوف البنك مثلا بيدي فايدة عاملة إزاي، بشوف بدائل الاستثمار اللي ممكن أحط فيها الكاش ده. تمام، إذا كانت معدلات الفائدة المتاحة على الاستثمار الأخرى منخفضة للغاية يتم تخفيض تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالنقد، ومع ذلك عندما ترتفع معدلات الفائدة تزداد تكلفة الاحتفاظ بالنقد بدلا من الاستثمار، ونتيجة لذلك قد تكون الشركة على استعداد لقبول مزيد من المخاطر الملائة عن طريق الاحتفاظ بنقد أقل مقابل مزيد من الفوائد المستلمة. طيب أسباب الاحتفاظ بالنقدية، العنوان اللي معايا بعد كده reasons for holding cash. الأسباب التي تحتفظ بها الشركة بالنقدية كثيرة ومتنوعة، ومع ذلك يمكن تصنيف أسباب الاحتفاظ بالنقدية إلى الفئات التالية: كوسيلة للتبادل، ولا تزال هناك حاجة للنقدية لبعض المعاملات التجارية. برضو انت اخد بالك في الاخر مش هتقدر، يعني ما يبقاش عندك كاش بشكل كبير، ما يبقاش عندك كاش خالص، فلازم تعمل في عندك معاملات تجارية محتاجة كاش. كإجراء احترازي، وقد يتم الاحتفاظ بالنقد او الاستثمارات السائلة للغاية الاخرى للاستخدام في المواقف غير المتوقعة، حيث تكون هناك حاجة الى النقد بشكل سريع، انه يعمل مضاربة. وقد يتم الاحتفاظ بالنقد من أجل أن يكون هناك قدرا أن يكون قادرا على التصرف بسرعة وفقا لفرص الاستثمار الجيدة التي تنشأ، مثل الاستحواذ على شركة أخرى، أو شيء أكثر بساطة مثل شراء المخزون بسعر مخفض دلوقتي. طبعا إن هو يستحوذ على شركة كبيرة لمجرد إن هو شاير، إن هو يستحوذ على شركة حتى مجرد إن هو شايل فلوس، صعبة شوية، لكن إن هو جات فرصة في السوق ان هو يعرف يشتري مخزون بسعر قليل. ويمكن ايضا الاحتفاظ بالنقد كرصيد تعويضي، عندما يطلب البنك من الشركة الاحتفاظ بحد ادنى من الرصيد في حسابها المصرفي اثناء وجود قرض مستحق في معاملة البنوك يعني. وقال لك هنا ملاحظة ان كينز اللي هو الاقتصادي الشهير قال ان الاسباب الثلاثة دول، تبادل، اجراء احترازي، ومضاربة، قال لك دي من أسباب الاحتفاظ بالنقدية. تمام، معلومة كده على الهامش اتكلم عنها هوك. طيب معايا بعد كده دورة التشغيل operating cycle، وكنا اتكلمنا عنها قبل كده، نتكلم عنها برضو بشكل سريع. دورة التشغيل هي متوسط عدد أيام الاحتفاظ بالمخزون قبل بيعه، بالإضافة إلى متوسط عدد الأيام التي تظل فيها الحسابات المستحقة قبل مستحقة قبل تحصيلها، average number of days inventory is held before it is sold plus the average number of days accounts receivable remain outstanding before being collected، قبل ما يحصل. وبالتالي يمكن القول أن دورة التشغيل تمثل إجمالي عدد الأيام التي تملكها الشركة من رأس أو في رأس المال العام. ودورة تحويل النقد أو الدورة النقدية الكاش كونفرجن سايكل، وتسمى أيضا دورة التدفق النقدي الكاش فلو سايكل، هي دورة التشغيل اللي هي الأوبريتنج سايكل مطروحة منها متوسط عمر الحسابات المستحقة الدفع average age of account payable، وتمثل دورة التحويل النقدي عدد الأيام من الوقت الذي تدفع فيه الشركة مقابل المخزون حتى تتلقى النقد من بيع المخزون، من أول لما بيدفع المخزون وبيدفع إن هو يشتريه ولحد ما بياخد الفلوس من بيعه.
ودورة التحويل النقدي هي أحد طرق تقييم إدارة النقد في الشركة، ويمكن أن تؤدي اختصار دورة التحويل النقدي دون التأثير على المبيعات إلى زيادة ربحية الشركة. فأنت لو قللت الدورة دي، لكن خد بالك ما قللتش مبيعاتك، ده هيعمل لك ربحية كويسة. طيب، تريد الإدارة أن تفعل ما في وسعها لتقليل دورة تحويل النقد، إن هو عايز إيه الدورة النقدية عنده تكون سليمة، ويمكن تخفيض دورة التحويل النقدي إما عن طريق إن هو يعمل تحصيل الحسابات المستحقة القبض بشكل أسرع، تأخير دفع الحسابات المستحقة الدفع، ولا سيتم مناقشة الطرق المختلفة للقيام بكل من الأمرين. فهي دي الدورة اتكلم عنها هوك. طيب، ملاحظة: هدف إدارة النقد الـ Goals of Cash Management إن هو يعمل تسريع للمتحصلات وإنه يقلل من المدفوعات. طيب، مراجعة نسب أنشطة الحسابات المستحقة القبض والمخزون والحسابات المستحقة الدفع. كنا اتكلمنا عن النسب دي قبل كده كتير، هو هنا أعطيك مراجعة سريعة كده، إيه ابقى اقراها مع نفسك، أخد بالك، والقوانين اللي بتحسب بيها خد بالك. هو هوك كان جايب ايه 3 اشكال تقدر تحسب بيهم اي حاجة من الحاجات دي، يبقى ايه اقراها مع نفسك كده، هي واضحة. وبعدين هيكلمك هنا عن دورة التشغيل ودورة التحويل النقدي، برضو ايه بسيطة، واعطيك مثال ورسمة كده اخد بالك عن دورة التشغيل اللي هي الاوبريتنج سايكل. طيب معايا بعد كده إدارة التدفق النقدي cash flow management. عندي خطيتان أساسيتان يوميا فيما يتعلق بإدارة النقد، في كيفية تحصيل النقد بأسرع وقت ممكن، إن أنا آخد فلوسي بشكل سريع، وإن أنا تأخير المدفوعات. مفهوم الفترة، خد بالك، بص من المصطلح ده الفلوت، تمام؟ الفلوت، الفترة مفهوم مهم جدا في إدارة النقد، وهناك نوعان من الفترة، وهذا يتوقف على ما إذا كانت الشركة تقوم بالدفع أو تلقي الدفع عن طريق الشيكات. الشركة التي تقوم بالدفع لديها ما يسمى فترة تحصيل الشيك المصحوب عليها الـ Disbursement Float. فالـ Disbursement Float هي فترة تحصيل الشيك المصحوب عليها، تمام؟ دي الشركة اللي بتقوم بالدفع. والشركة التي تتلقى الأموال لديها ما يسمى الفترة ما بين وقت إيداع الشيك ووقت تحصيل الشيك، بنسميها الكوليكشن فلوت، الفترة بين إيداع الشيك ووقت تحصيل للشركة لقيمة الشيك. ومن الواضح أن الشركة ترغب في إن هو يزود فترة تحصيل الشيك المسحوب عليها إلى الحد الأقصى، تمام؟ فبحيث إن إيه، أنا شيك هدفعه، لأ أزود الوقت. طيب، وتقليل فترة إيداع الشيك ووقت تحصيل قيمته إلى الحد الأدنى. شيك بقى أنا هاخد فلوسه؟ لأ اخد فلوسه بشكل سريع. ومع ذلك فان زيادة فترة تحصيل الشيك المسحوب عليها الى الحد الاقصى ليس سهلا كما كان قبل بضع سنوات، حيث قامت البنوك بتسريع عملية تحصيل الشيكات الخاصة بها الى حد كبير في السنوات الاخيرة. وبالتالي فان فرص الاستفادة من الوقت اللازم لالغاء او شطب او مسح الشيك قد ولت. ماشي، إيصالات وإدارة التدفق النقدي receipt or cash inflow management. طيب، يطلق على الفترة الزمنية بين إرسال الدافع للدفعة اللي هو اللي بيدفع يعني، ومستلم الدفعة الأموال المتاحة للاستخدام الـ funds available for use، وتعرف باسم الفترة ما بين وقت إيداع الشيك ووقت تحصيل قيمته اللي هي الكوليكشن فلوت. خد بالك يا جماعة، المصطلحين دول كوليكشن والديسبيرسمنت فلوت مصطلحين مهمين جدا، ديسبيرسمنت فلوت والكوليكشن فلوت، خد بالك لازم تكون عارفهم زي اسمك. وتحتوي إجمالي الفترات ما بين وقت إيداع الشيك ووقت تحصيل قيمته بالنسبة للشركة المستقبلة إلى 3 مكونات. الشركة اللي هتاخد الشيك ده عندها 3 مكونات: حاجة اسمها الفترة البريدية أو فترة البريد الميل فلوت، ومعالجة الفترة البروسيسنج فلوت، أو معلش خليها إيه فترة المعالجة، تمام؟ الحاجات دي أنا كنت قايل هبقى أرجع أعدلها بس نسيت. طيب، فترة المعالجة
وبعدين فترة المقاصة، المقاصة اللي بيعملوها ما بين البنوك، حاجة كده كنا درسناها لما درسنا البنوك وبتاع في الكلية. مقاصة ان هما بيقعدوا مع بعض ويشوفوا ايه كل بنك ليه ايه وعليه ايه والحاجات دي، كلام كده ملوش اي لازمة. المهم، واي اجراء يقال للفترة يحرر الاموال، بيعمل فري فاندز التي تستخدمها الشركة مما يزيد من ربحيتها. إن مقدار الأموال التي تم إطلاقها هو متوسط عمليات التحصيل اليومية للشركة مضروبا في عدد الأيام التي يتم فيها تخفيض الفترة. ويجب أن تسعى الشركة دائما لتلقي مدفوعاتها النقدية في أقرب وقت ممكن من أجل زيادة مركزها في إدارة النقد، يعني بحيث إن هي تعرف تسيطر أكثر في إدارة الفلوس بتاعتها. ويمكن أن تساعد التدابير التالية في الإسراع بالتدفقات النقدية وبالتالي تقليل فترة التحصيل اللي هو يحصل مستحقاته. دي اقتراحات كده، قال لك يجب ارسال الفواتير بالبريد في اسرع وقت ممكن وفقا لشروط اتفاقية البيع حتى يمكن دفعها في اقرب وقت ممكن. يجب ان تكون يجب ان توضع شروط الائتمان، تمام، يجب ان توضع شروط الائتمان بحيث ان هي تشجع على الدفع الفوري. نصلحها دي كمان، جميل. جميل. وإعطاء خصم إذا تم دفع الفاتورة قبل تاريخ الاستحقاق قد يحقق ذلك. إن هو يقول لك أديك مثلا خصم 2% 3% لو دفعت خلال 15 يوم ولا 10 أيام وهكذا. طيب، طريقة تانية اسمها تبادل البيانات، الـ Electronic Data Interchange، الـ EDI، واخد بالك؟ EDI مصطلح متداول يعني. هو عملية استخدام أجهزة الكمبيوتر في شركتين مختلفتين لإيصال المعلومات المشتركة بشكل أساسي. يحدث هذا الاتصال الإلكتروني عادة بين المورد والمشتري الـ Supplier والـ Purchaser، إن هما يبقى إيه في تواصل ما بينهم بحيث إن هو أنا كشركة مثلا عندي نقص في مادة خام والمادة الخام دي مرتبطة بمورد محدد، فعلى طول يتبعت له ابعت لي، واخد بالك؟ وهو يقدر يدخل عندي ويشوف الكمية عندي من المادة الخام، لكن يشوف الكمية بتاعته اللي هو بيتعامل فيها، ما يشوفش كل المادة الخام اللي بتعامل فيها. طيب، تحويل الأموال الـ EFT هو شكل من أشكال التبادل الإلكتروني للبيانات المستخدم بشكل شائع، وتتضمن عملية التحويل الإلكتروني الدفع الذي يتم عن طريق التحويل الإلكتروني للأموال من الحساب الجاري لشركة ما إلى حساب الشيكات، معلش، إلى الحساب الجاري لشركة أخرى. فإيه؟ إلى جاري لشركة أخرى. جوجل بيترجمها على إنها حساب شيكات. طيب، ويعد يعد تحويل الإلكتروني الأموال مفيدا ثواني بشكل خاص عندما لا يكون المشتري أو البائع قريبين جغرافيا من بعضهم البعض، وتتطلب الدفعات بالبريد عدة أيام لاستلامها. ومع النظام تحويل الأموال الإلكتروني يمكن للدافع التحكم بدقة أكبر في توقيت الأموال التي يتم خصمها من حسابه، ويتم التحويل الإلكتروني للأموال من خلال غرفة المقاصة الآلية الـ Automated Clearing Houses أو غرف بقى المقاصة الآلية. والمقاصة الآلية هي شبكات إلكترونية تعالج المعاملات المالية، وتعمل البنوك الفيدرالية الاحتياطية المجتمع على اللي هو الـ Automated Clearing House اللي هو غرفة مقاصة آلية التي تتعامل مع معظم المعاملات المالية الآلية في الولايات المتحدة. فإيه، أحط لك هنا غرفة مقاصة آلية. يعني أنصحك تدخل على اسمه إيه ده اليوتيوب، هتلاقي فيديوهات فيها غرف المقاصة دي عاملة إزاي وبتاع.
أجهزة كمبيوتر كده، وقاعدين بيتواصلوا مع بعض، كل واحد في بنك ومش عارف ايه حاجات كده، وبيشوفوا ايه البنوك وايه اللي عليها. طيب، من الطرق التانية برضو في إدارة النقد إن هو يستخدم بطاقات الائتمان اللي هي الكريدت كاردز زي الفيزا، الماستر كارد، الأمريكان إكسبريس، دي أمثلة، وكوسيلة بديلة لتسريع معدلات التحصيل. يدفع التاجر رسوما تساوي 1 إلى 3% من بيع بطاقات الائتمان من خلال نظام تبادل البطاقات الائتمانية الكريدت كارد انترتشينج سيستم. يقوم معالج بطاقات الائتمان الخاص بالتاجر، اللي هو الجهاز اللي بيمسكه التاجر ويعدي عليه البطاقة دي، بائتمان أقل من المبلغ المشحون على التاجر، ويدفع البنك الذي أصدر البطاقة المستخدمة لمعالجة بطاقات الائتمان أكثر قليلا من المعالج الذي يدفعه التاجر، ولكن يزال أقل من المبلغ المشحون. قصة كده إن هو إيه، فالتاجر هيدفع حاجة والبنك هيدفع حاجة، كلام كمان ملوش لازمة. بيقولك يمكن استخدام عمليات التحويل البرقية الواير ترانسفيرز كوسيلة للتحصيل من العملة. طبعا الموضوع ده ممكن تقول كان قديم شوية. ويمكن استخدام نظام الصندوق المغلق اللوك بوكس سيستم. من خلال نظام الصندوق المغلق تحتفظ الشركة بصناديق بريد خاصة تسمى الصناديق المغلقة في مواقع مختلفة في جميع أنحاء البلاد. يعني هو عنده أمريكا مثلا، أخد بالك شكل أمريكا أهو، فإيه حاطط في كل حتة صندوق صندوق صندوق. فهو إيه يعني إيه، أنت تروح كعميل تروح تحط الفلوس في الصندوق ده، وتحتوي الفواتير المرسلة إلى العملاء على عناوين الصندوق المغلق الأقرب إلى كل عميل باعتباره عنوان تحويل العميل، وبالتالي يرسل العملاء مدفوعاتهم إلى أقرب صندوق مغلق. وتقوم الشركة بعد ذلك بتفويض البنك أو البنوك المحلية التي تقيم معها علاقات ودائع للتحقق من الصناديق البريدية، هذه كلما كان ذلك معقولا بالنظر لعدد المتحصلات المتوقعة. الشركة بقى مش الشركة هي اللي هتروح تدور على الصناديق دي، لا، البنوك، البنك بيروح يلم من الصناديق دي. ونظرا لأن البنوك تقوم بإجراء عمليات التحصيل، يتم إيداع الأموال التي تم استلامها على الفور في حسابات الشركة دون الحاجة أولا إلى معالجة بواسطة نظام محاسبي محاسبة الشركة، وبالتالي تسريع عملية تحصيل الأموال على طول. بقى الفلوس هو البنك بياخدها، فعلى طول بتدخل في حسابات الشركة، مش لسه الشركة هتاخدها وبعدين تبعتها للبنك. تتلقى الشركة تقارير من البنوك طبعا أو البنك باللي هي تم تحصيله من العملاء. ولكي تستفيد الشركة من نظام الصندوق المغلق اللوك بوكس سيستم، يجب أن تكون الفائدة المكتسبة من الأموال الإضافية التي يمكن استثمارها أو تأليفة الفائدة التي تجنيها على القروض أكبر من تكلفة الرسوم المصرفية لتوفير خدمة نظام الصندوق المغلق. فأنت الصناديق دي والتكاليف بتاعتها لازم تكون الفائدة بتاعتها أو التكلفة بتاعتها قليلة مقارنة باللي أنت هتحصله. فأنت مثلا مش هتحصل مليار مثلا أو مليون، خلينا مليون، وهتدفع في النظام زي ده 1,500,000 مثلا، اخد بالك، وتقول اروح داخل في نظام زي ده، فلا لازم تكون اخد بالك التكلفة والمنفعة كويسين مع بعض. طيب، المدفوعات وإدارة التدفق النقدي disbursement or cash outflow management. هو المفروض يعني ايه إدارة المدفوعات والتدفق النقدي، فايه بعدلوا العنوان ده يا جماعة. طيب، تشير فترة تحصيل الشيك المسحوب عليها disbursement float إلى الأموال التي أنفقتها الشركة ولكن لم يتم خصمها بعد من الحساب المصرفي للشركة. ويحدث فترة تحصيل الشيك المسحوب عليها عند قيام شركة ما بكتابة شيك، إن هو يكتب شيك، الشركة بتكتب شيك، ويمكن إرسال الشيك بالبريد، وعندما يستلم المستفيد يقوم المستفيد بإيداعه في البنك بتاعه مصرفه. وبعد إيداع الشيك في بنك المستفيد عادة ما يستغرق الأمر يوما قبل خصم الأموال من حساب الدافع. ولأن الشيك يحتاج إلى المرور طبعا، لأن الشيك ده بيدخل في النظام بتاع المقص، وبالتالي يتألف فترة تحصيل الشيك المسحوبة على الشركة من فترة البريد من الفلوت، وفترة التشغيل الأوبريشنال فلوت، وفترة المقص، ويمكن الكليرنج فلوت. ويمكن اعتبار فترة تحصيل الشيك المسحوب عليها بمثابة الفرق بين ما هو موجود في الحساب المصرفي للشركة وفقا لدفاتر الشركة وما يظهره البنك في الحساب، وينشأ الفرق كنتيجة للشيكات غير المزاولة. الشيكات اللي هي مرفوضة
فده بيعمل فرق ما بين دفاتر الشركة ودفاتر البنك، او الشيكات اللي لسه اخد بالك لسه ما تسجلتش في النظام بتاع البنك. فده بيعمل طبعا فروقات، والتسوية البنكية والكلام ده ما عداش علينا يعني. ماشي. على العموم، على عكس التدفقات النقدية الكاش ان فلوس، يجب على الشركة ابطاء مدفوعاتها النقدية اللي هي تعمل slow its cash disbursement، تقلل مدفوعاتها النقدية من أجل زيادة مقدار الوقت الذي تملك فيه النقود في حسابها. أخد بالك يعني حتى لو يوم واحد هو يقدر يحط الفلوس دي في بنك وياخد عليها فايدة مثلا، ففي فايدة اليوم الواحد، فهو طب ما يستفيد بحاجة زي دي، فهو يحاول يقلل مدفوعاته لو يقدر على قد ما يقدر. ويجب أن تتم المدفوعات في أقرب وقت ممكن من متطلبات الموعد النهائي close to deadline. ما لم يكن أخذ خصم نقدي، ما عنديش أنا كاش ديسكاونت مفيدا، يعني هو مثلا أعطيني 5% أخد بالك خصم نقدي لمدة 10 أيام، لكن أنا ممكن أتجاهل 5% دي وأحط الفلوس دي في بنك أخد بالك وأدفع له بعد 30 يوم مثلا أخد بالك، وبدل ما هاخد 5 هاخد مثلا 10 مثلا، هاخد 7 أخد بالك وهكذا. ومع ذلك إذا فوتت عملت ميسز شركة ما تاريخ الدفع فقط تتحمل رسوم فايدة، ممكن يقول لك أنت ال5% اللي أو ادفع لي خلال 10 أيام مثلا، هتزود على 10 أيام كل يوم هتدفع قد كده، أو تفقد فرصة الشراء من هذا المورد بالائتمان مرة أخرى. تمام، إن هو تاريخ الدفع، أخد بالك تاريخ الدفع مش ال10 اللي هو ال30، لو فوت ال30 في الحالة دي ممكن خلاص المورد ده عشان تشتري مني بعد كده يا معلم، روح هات فلوس وتعالى اشتري اللي انت عايزه. لذلك يوجد مجال كبير للخطأ عند الدفع في الوقت المحدد، وحاجة اسمها جدول الدفعات السكيدول اوف بيمنت التي يتعين سدادها قبل الموعد النهائي، ممكن بالتحويل الالكتروني، التحكم الدقيق في تاريخ الدفع، لأن ليست هناك حاجة إلى الاعتماد على خدمة البريد لتسليم المدفوعات في الوقت المناسب. تقدم بعض البنوك الأرصدة الجارية عديمة الأرصدة. معلش، الحسابات الجارية عديمة الأرصدة. تمام، بيديك إيه؟ حساب جاري لكن ما فيهوش رصيد، يعني إنك ما تركنش فيه فلوس يعني. بنسميه زيرو بالانس تشيكينج اكاونتس، حسابات جارية عديمة الأرصدة. على الرغم من فضل الرسوم على هذه الخدمة، هو بيديك الموضوع ده والحساب ده ما بيبقاش فيه اخد بالك رصيد، لكن بتدفع رسوم على انك تفتح الحساب ده. وسيتم استخدام الأرصدة الجارية عديمة الأرصدة من قبل شركة تحتاج إلى الاحتفاظ بعدة أرصدة جارية في نفس البنك لأغراض مختلفة، زي إن هو يدفع المرتبات مثلا، إن هو يدفع مدفوعات عامة. في اتفاقية أرصدة الجارية عديمة الأرصدة يتم الاحتفاظ بأرصدة. بصوا يا جماعة، هو يظهر إن الحتة بتاعت الأرصدة الجارية دي عايزة تعدل في الملف كله، فإيه نعدلوها سوا كده، كنترول اف الأرصدة الجارية، خليها هنا. ها، الحسابات الجارية، يلا يا جماعة كورس اهو في الباوربوينت. طيب، في اتفاقية الحسابات الجارية عديمة الأرصدة قال لك يتم الاحتفاظ بأرصدة الحسابات الفردية هذه عند الصفر، يعني هو ايه ما بيحطش فيها فلوس، حتى يتم استلام الشيكات من قبل البنك للمدفوعات من الحسابات. تتم تخطيط السحب على المكشوف الأوفر درافتس النتيجة القائمة بوسيط البنك عن طريق تحويل الأموال من حساب تجميعي مركزي بنسميه Centralized Concentration Account تمتلكه الشركة في نفس البنك. فهو بيسحب من حساب تجميعي مركزي، حساب ده بقى فيه فلوس أخد بالك، والفلوس دي بتاخد عليها فايدة في نفس البنك، في نفس البنك أنت فاتح اللي هو الزيرو ده، فاتح الزيرو ده وبتدفع منه، فهو ياخد من ده يحط في ده ويدفع. تمام، وطالما هو بياخد من ده اخد بالك بياخد من ده، فهنا انت الرصيد زيرو. فلما انا لما باخد من حساب
زيرو او المبلغ اللي فيه مثلا، انا فيه مثلا 15 وعايز ادفع 100، واخد بالك؟ فالبنك يخليني ادفع 100 من حساب فيه 15، ده بنسميه السحب على المكشوف، الاوفر درافت. تمام، قصة كده طويلة. فانت اللي عليك فيها تعرف مصطلحات وبتاع، وهتلاقي الاسئلة بتاعتها سهلة ان شاء الله. طيب، لا تؤدي الحسابات الجارية عديمة الأرصدة أي شيء لإبطاء التدفقات النقدية الخارجة. خد بالك، الزيرو بالانسنج شيكينج أو زيرو بالانس شيكينج أكاونتس ما بتقللش من التدفقات النقدية الخارجية، لكنها تسمح للشركة بالاحتفاظ بأرصدة نقدية أقل، ويتوفر المزيد من الأموال. بالتالي طبعا بتوفر لها المزيد من الأموال للاستثمار قصير الأجل في الحسابات التي تدفع عائد، لأن الأرصدة الزائدة في الحسابات الصرف المتعددة ليست ضرورية. يعني ان هو في الاخر، يعني هو عامل حساب لكن مش حاطط فيه حاجة، لكن الحساب ده يسمح له ان هو يدفع منه، والفلوس بدل ما يحطها في حساب ويركنها، لا، محطوطة في استثمارات. ان اي تقنية تساعد الشركة على الحفاظ على ارصدة الحسابات الجارية المنخفضة قدر الامكان ستساعد في ادارة النقد، وبالتالي التأثير على صافي دخل الشركة، طالما ان العائد الذي يمكن للشركة كسبه من الأموال المستثمرة نتيجة لهذه التقنية أكبر من رسوم الخدمة المقدمة من البنك. طبعا هو يقارن خدمة زي دي بالعائد اللي هو هياخده. السحب على المكشوف هو وسيلة لإبطاء المدفوعات عن طريق كتابة شيكات لمبالغ أكبر من المبلغ المودع في الحساب الجاري. تمام، أنا عندي في حساب فيه 15 زي ما قلت لك، لكن هدفع 100، وفي نفس الوقت البنك يدفع لي 100. تمام، وبالرغم ان الحساب فيه 15، فده اللي هو الاوفر درافت. وسيكون لدى الشركه رصيد سالب نيجاتيف بالانس في البنك نتيجه لذلك، او نتيجه لذلك يجب دفع غرامات مختلفه او فائده كبيره على الرصيد السلبي. ونظرا للغرامات والفوائد بالاضافه الى السمعه السيئه الناتجه عن البنك، يجب الا يكون السحب على المكشوف طريقه شائعه تستخدمها الشركه لإبطاء مدفوعاتها. طبعا السحب على المكشوف ده ما بيبقاش لأي حد، ومش لأي شركة، ومش إن أنا مثلا أخد بالك عندي حساب فيه 100 دولار مثلا، عمال بقى أدفع منه فواتير وأدفع كل حاجة أدفعها منه، أخد بالك؟ كل الحاجات دي طبعا البنك مش هيسمح بيها، مش سايبة هي. فده بيدور لناس بتدفع مبالغ كبيرة مثلا، أخد بالك، وفي نفس الوقت ما بيكررهوش بشكل يعني مستمر، أخد بالك، مش إن هو على طول سحب على المكشوف سحب على المكشوف وهكذا. وفي الواقع إذا قامت الشركة بالسحب على المكشوف في حسابها بشكل منتظم regular، فلن يحترم البنك الشيكات التي تمتلك الشركة أموالا غير كافية لسدادها، وقد يقوم إن هو يقفل لك الحساب ده ويقول لك إيه، روح العب بعيد. ومع ذلك قد توفر بعض البنوك خدمة لها تأثير تقديم امتيازات السحب على المكشوف بموجب شروط متفق عليها أو بتكلفة فائدة متفق عليها. طبعا البنك يهودي، يعني مش هيديك حاجة زي دي كده. طيب، إدارة الحسابات المستحقة القبض Accounts Receivable Management. تتمثل حسابات المدينة اللي هي الحسابات المستحقة القبض، خد بالك احنا اتكلمنا على إدارة الكاش، دلوقتي هنتكلم على إدارة الحسابات المستحقة القبض. قال لك الحسابات المستحقة للقبض هي الأموال التي يدين بها العملاء للبضائع أو الخدمات التي تتلقاها من طريق الائتمان، اللي هو باع بكريدت يعني. والشركة تحتفظ بالحسابات المستحقة للقبض لأنها من غير الواقع أن تتوقع من العملاء دفع دائما الدفع نقدا مقابل مشترياتهم. بالإضافة إلى ذلك، تحتاج الشركة إلى مطابقة ما يفعله منافسيها، إن هو يشوف المنافس بيعمل إيه. وخد بالك إن الأسواق كلها دلوقتي مش شغل الكاش يعني، فلازم هيبيع الحساب طالما مش عايز يخسر حصة سوقية، والكلام ده يجي معايا. وإذا كانت جميع الشركات العاملة في صناعة ما تحتفظ بحسابات مستحقة القبض وأصدرت شروطا على سبيل المثال 2 إلى 10 صافي 30، فاكرين اللي هو يديك 10 أيام 2% وأقصى ميعاد تدفعه 30 يوم، فإن الشركة التي تتطلب الدفع النقدي لن تقوم بالكثير من الأعمال. طيب، ما انا كزبون مثلا اروح اشتري من واحد هيديني اشتري خلال 10 ايام وخد خصم 2% وتقدر تسدد من غير خصم خلال 30 يوم، اخد بالك؟ طب ما اشتري حاجة زي دي احسن ما اروح اشتري من واحد وادفع له كاش. تمام، وبالتالي يجب ان تحتفظ معظم الشركات بالحسابات المستحقة للقبض من اجل الحفاظ على مبيعاتها في بيئة تنافسية،
وعلاوة على ذلك فإن الحسابات المستحقة للقبض هي أصول للشركة، لذا فهي ذات قيمة، بيبقى ليها value. ومن ناحية أخرى تحمل الحسابات المستحقة للقبض تكاليف، وتشمل التكاليف الإدارية إن هو مثلا إدارة الحسابات المستحقة للقبض، إنك هتجيب بقى محاسب مثلا، مراقبة الحسابات المستحقة للقبض، متابعة الحسابات المتأخرة، وتتمثل المبالغ النقدية التي يتم استلامها تكلفة الفرصة البديلة، لأن الشركة غير قادرة على استثمار الأموال أو استخدام الأموال المستحقة عليها حتى تتلقى مدفوعاتها من عملاء. يعني هو معاه حساب اسمه أكاونت ريسيفابل فيه 1,000,000 جنيه، أخد بالك؟ طيب، وده أصل ماشي، ده أسد وكارنت وحاجة زي الفل خالص. طب وبعدين؟ ما أنا 1,000,000 جنيه دول باخدهم استثمرهم في حاجة أحسن، لكن مش هعرف اخدهم استثمرهم في حاجة لان انا لسه محصلتهمش من العملاء بتوعي. وعلاوة على ذلك هتتحمل الشركة ليس فقط تكلفة فرصة، ولكن ايضا تكلفة مباشرة دايركت كوست، اذا منحت ائتمان الى عميل لا يدفع الفاتورة على الاطلاق. يعني انت اديته بضاعة ب150,000 مثلا، لكن كل سنة وانت طيب ما بيدفعش حاجة. لإدارة الحسابات المستحقة للقبض يجب على الشركة إن هي تعمل بالانس ما بين مستوى الزمن المدينة القائمة اللي هي الحسابات المستحقة للقبض، الليفل بتاع الحسابات دي، ومقدار خسائر الائتمان الناتجة عن الزمن المدينة التي لن تتمكن من تحصيلها. ويجب على الشركة إن هي تفاضل، تعمل تريد أوف بين العائد اللي هيعود عليا من مبيعات الائتمان، يشوف المبيعات الإضافية التي لن تتم إلا إذا تم قبول المبيعات النقدية فقط. يعني أنا لو هبيع نقدي بس، لو لقيت إن أنا مثلا هبيع نقدي بس هبيع بمليون، ولو بعت على الحساب هبيع مثلا ب1,050,000 مثلا، وأنا بالنسبة لي 50,000 دول ولا حاجة مقارنة بالبلاوي اللي هتيجي عليا من أو بالتكاليف كمان اللي هتيجي عليا من إن أنا أبيع على الحساب. فخلاص ما بيع بالمليون وخلاص، واخد بالك؟ فلازم يعمل تريد اوف. وتكاليف الاحتفاظ وجمع الحسابات المقابله المدينه، تكاليف التحصيل، الفائده الضائعه على الارصده غير المحصله، تكاليف خساره الائتمان. ومن الواضح انه من الافضل ان لا تتعرض اي شركه لخسائر ائتمانيه، ما يبقاش عندها كريدت لوسز ابدا. ولكن الطريقه الوحيده لعدم حدوث خسائر ائتمانيه هو ان هو ما يبيعش ائتماني. مش عايز كريدت لوسز، يبقى انسى خالص حاجة اسمها كريدت سيلز. مش عايز دي يبقى مفيش دي، عايز دي يبقى في دي، تمام؟ طيب، والسؤال الذي يجب على المدير الإجابة عليه هو: ما مقدار الائتمان الذي يجب أن تمنحه الشركة ولمن؟ سيؤدي تخفيف معايير الائتمان إلى زيادة المبيعات، مما يعد ميزة. إنك لما تدي معايير ائتمان خفيفة وكويسة، كويسة للعملاء، ده هيديك ميزة. يعني السوق مثلا بيدي 10، اخد بالك اهي، بيدي 10 10 ايام، خد 2% لمدة 30 يوم. لا يا عم، انا هديك 10 ايام لكن خد مثلا 2.5. انا كده ممكن مبيعاتي تزيد، ده هيديني ميزة. لكن تخفيف معايير الائتمان يزيد التكاليف ايضا، لان خسائر الائتمان ستزداد. والقرار هو ان انا اعمل مفاضلة ما بين التكلفة والفايدة، كوست بينيفيت تريد اوف، والهدف هو تقديم ائتمان طالما ان الفائدة تفوق التكاليف. الفائدة اللي هتعود عليا اكبر من التكلفة، اخد بالك؟ في الحالة دي خلاص ادي ائتمان، لكن لا خلاص الغي. ويجب على المديرين الماليين ادارة الحسابات المستحقة للقبض بعناية للتأكد من ان الاصل يضيف الى ارباح الشركة بدلا من تخفيض الارباح، لأن التكاليف أصبحت أكبر من الفوائد. لذلك يجب الوصول إلى رصيد بين الحسابات المستحقة للقبض ومصروف الخسارة الائتمانية. وإذا لم تحقق الشركة أي مبيعات ائتمانية فلن تتحمل أي خسائر ائتمانية. زي ما قلنا مفيش كريدت سيلز، مفيش كريدت لوس. ومع ذلك إذا لم تحقق أي مبيعات ائتمانية فقد تفقد الشركة إيراداتها بسبب المبيعات المفقودة. مفيش كريدت سيلز، مفيش كريدت لوس، لكن برضو عندك لوست سيلز. والعناصر الثلاثة التي تشكل السياسة الائتمانية للشركة هي: تحديد معايير الائتمان، الكريدت ستاندردز، ولمن تمنح الشركة الائتمان، الشروط المخففة، ريلاكسد تيرمز، ريلاكسد تيرمز شرط مخفف، وتعني أن الشركة تمنح الائتمان لعدد أكبر من العملاء الذي قد يكون لديهم خطر أكبر في التخلف عن السداد. بيبقى عندك higher risk of default،
خطر تخلفك عن السداد بيعلى. وتعني الشروط الصارمة الستريتك ستريكت ستريكت تيرمس ستريكت الستريكت تيرمس أن الشركة تمنح الائتمان فقط لأولئك الذين لديهم مخاطر تخلف عن السداد منخفضة للغاية very low risk of default. تمام. خد بالك يعني relax التيرمس ده معناه ان هو بيدي ائتمان بشكل كبير، فبالتالي بيدخل معاه الناس اللي عندها استعداد ان هي ما تدفعش. شرط صارم ستريكت تيرمس. تمام. شروط صارمة ان هو في الحالة دي لا، انت كده هتدخل بس الناس اللي عندها استعداد ان هي تدفع. وتشمل شروط الائتمان الكريديت تيرمس شروط البيع بما في ذلك فترة الدفع المسموح بها وخصم الدفع المبكر أو غرامة التأخير عن السداد بناليتي أو ديسكاونت، وحجم أي خصم أو غرامة size of any discount or penalty، وجهود التحصيل الـ collection efforts. تمام. طالما انت دخلت بقى شروط الائتمان هتلاقي الهيصة دي كلها معاك، أو الهيصة دي معاك، وبعدين عنوان تاني بيقول لك اللي هو ايه جهود التحصيل. تمام. الحاجات اللي هي مرتبطة بالسياسات الائتمانية. فقلنا أول حاجة اللي هو معايير الائتمان، تاني حاجة شروط الائتمان، أول حاجة credit standards credit terms، وهنا collection efforts وهي مقدار الوقت والمال الذي يتم إنفاقه في محاولة تحصيل الحسابات المستحقة السداد قبل شطبها كخسائر في الائتمان. وأي إجراء يغير من أي من العناصر الثلاثة المذكورة عليها سوف يكون له تكاليف وفوائد. قد تكون الفوائد في شكل إن أنا أزود في إيرادات المبيعات، كما قد ينتج عن تخفيف معايير الائتمان. يعني أنا لما أدي معايير ائتمان كويسة في الحالة دي مبيعاتي هتزيد، أو تخفيض تكاليف الفرصة البديلة بسبب انخفاض أرصدة الحسابات المستحقة القبض. أنا بجمع في فلوسي ففرصة البديل عندي بتقل لأني باخد الفلوس دي أستثمرها في حاجة تانية، أو خسائر ائتمان أقل، أو انخفاض مصروفات التحصيل. وقد تشمل التكاليف إيرادات المبيعات المفقودة. لما أعمل مثلا أخد بالك تايتر كريدت ستاندردز، أحط شروط ائتمان شديدة في الحالة دي المبيعات عندي هتقل، أو زيادة الخصومات المتخذة، تكلفة تحصيل الحسابات المستحقة القبض في وقت أقرب، أو تكلفة الفرصة البديلة للأرصدة أعلى من حسابات مستحق القبض، أو خسائر ائتمان أعلى، أو مصروفات تحصيل أعلى. طيب، تستخدم بعض الشركات نظاما لحساب الجدارة الائتمانية System of Credit Scoring. Scoring خد بالك Score بيديله إيه درجة أو بيديله نقطة، في محاولة لإدارة سياسة الائتمان الخاصة بها وتوسيع نطاق الائتمان بحيث يشمل فقط العملاء ذو الجدارة الائتمانية. وفي نظام حساب الجدارة الائتمانية يتم تصنيف العميل المحتمل وفقا لمعايير محددة، ويحصلون على بوينتس تفي بمعايير معينة تحدد الدرجة أو تحدد الدرجة التي يحصل عليها العميل المحتمل إذا كان سهل على ائتمان أم لا. فهم في الشركات بيبقى عنده جدول كده إيه اللي أديله ائتمان وأديله بنسبة قد إيه، وإيه اللي ما ياخدش ائتمان أو ياخدها بنسبة قليلة. وتتأثر أو معايا بعد كده تأثير التغير في متغيرات سياسة الائتمان. طيب، كلام نظري برضه يا جماعة، معلش بقرونته عشان الواحد خلاص. خلاص هي المحاضرة خلصت، كانت آخر سلايد معانا، وبفضل الله المحاضرة خلصت معانا النهاردة. فارجعوا الموقع هتلاقوا أسئلة وطبعا الحاجات التقليدية بتاعت كل مرة، ونشوفكم على خير إن شاء الله المحاضرة الجاية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.